طيب احنا الصبح لما بنصحى رايحين شغلنا اكيد كل واحد بيبقى ايه، مش عايزه اقول كلمه متعكنن، بس احنا يعني الواحد بيبقى متعكنن. اوكي، ايه نوعيه اليوجا اللي احنا ممكن نعملها في البيت قبل ما نروح الشغل عشان نروح كده مرتاحين ومفرفشين ولزاز؟ يعني ايه اللي ممكن نعمله؟ تمرين تنفس اكيد الصبح مع ده بقى اتعلمناه. زي ستريتشنج كده في الاول، زي بنفوق الجسم كده ونستعد لليوم بتاعنا. اوكي. وفي تمارين ممكن نعملها في الشغل برضو واحنا قاعدين، يعني مش شرط يبقى في مكان لليوجا، لا ممكن نعمل يوجا اي وقت، فحتى واحنا قاعدين على كرسي في الشغل ممكن نعمل تمارين كده تهدينا في النص، او قبل الشغل في البيت لو في حد عنده الوقت ده برضو زي ستريتشنج يفوق جسمه يصحصح نفسه يبقى مستعد مهيأ لليوم بتاعه. طيب ورينا بقى التمارين دي. اوكي، ممكن اوريكم بعض التمارين على الكرسي في الشغل. في الشغل اوكي، احنا ساعات بنبدا بعد كده احنا مش بنعرف نعمل الحاجات دي، اهو في حاجات حاجات بسيطه مناسبه لاي حد يعني. اوكي، ممكن الواحد يبدا يفرد رجليه كده وهيبدا يحس زي بشد شده. انا هعمل معاكي يلا. اوكي جربي، وممكن ازود ان انا ابدا انزل على رجلي. لا، ده هيزود. مش هعمل معاكي حاجه. ممكن لما نطلع لفوق شويه. اوكي، زي بعمل بنزل على جسمي كله كده وبنزل وتطلع، فده زي تمرين للرجل اني بعمل شده للاوتار اللي ورا الركبه. ممكن اتني ركبتي وابدا احضنها. كل التمارين دي ممكن نعملها واحنا واقفين، بس لو واحد قاعد على الكرسي وعايز يبدا يعمل حاجات بسيطه. ونعكس الرجل، نعمل الناحيه الثانيه نفس كل حاجه، انزل اطلع احضن رجلي. ممكن على الرجلتين اخد نفس، افرد كده ظهري قوي، استرتش على الاخر، بعد كده انزل احضن رجلي الاثنين. ففي كذا تمارين بعد كده ممكن نطلع. زي ما انت قلتي كمبتدئين، لا في الحاجات دي ممكن نعد 10 عدات. اوكي، نطلع بقى للظهر اكتر. الظهر من الحاجات المهمه نركز عليها، خصوصا الناس اللي قاعده ورا مكتب. ممكن اخلي ايدي على الركبه كده وابدا ازق ظهري اسفل الظهر كده لقدام وافتح جسمي كله. بعد كده اعكس الحركه لجوه، اخلي ظهري مدور حتى تريح، او ممكن افضل هنا شويه. ونعيد تاني كذا مره. والنفس مهم اظبطه مع الحركه، يعني والجسم مفتوح بناخد نفس يتنفس. والجسم مضموم بطلع يطلع النفس. أوكي. فانا هبدا كذا مره، وحركه راسي برضو هترجع لورا واضم لقدام، دقني هيلمس كده جسمي، وافضل اعيد لحد ما الواحد اللي هو محتاج وعايز يعمل 10 مرات اكتر يبدا بطيء، بعد كده يسرع شويه. نحط الايد على الكتف، يبقى الكوع موازي كده للارض، واعمل زي تويست كده في مكاني كذا مره. وزي ما قلت كل واحد غير التاني، ممكن تلاقي حد محتاج يعمل بطيء قوي وحد محتاج يعمل سريع. يعمل سريع. اوكي، بعد كده على ايد الكرسي لو ليه ايد يحط ايده عليه ويثبت لورا كده شويه. وحركه راسي دي مهمه لان هي جزء من التويست اللي انا بعمله. وبعكس الناحيه الثانيه، ممكن ارجع ايدي ارفع الكتف لفوق كانها تلمس الودن، وانزل كتفي مره واحده مع نفس قوي. دي بتعمل ايه بقى؟ هتلاحظي اكتر الناس اللي بتقعد على مكتب بيبقى فيه تنشن في الاكتاف. صح. وفي الوسط كمان. ففي تمارين للوسط ممكن لما علمات اوريها لكم. اوكي، والاكتاف يعني بعض الناس اللي بيبقى عندها ضغط او ستريس هتحسي ان هم بأداة يعني العادي بتاعهم ان هم كده. صح. فانا محتاجه كتفي يبقى مرتاح مسترخي لتحت، فتمرين زي ده بيساعد قوي ان انا برفع وانزل مره واحده كان في حمل كده على كتافي وبشيله. اوكي، مع نفس قوي. اوكي، الدراعات ممكن افرد دراعي وابدا احركه في دواير. ده كل ده هو ده هايل ده واحنا قاعدين. ده حاجة كويسة جدا ان الواحد بيحس بجد بعد فترة من كتر قعدة العربية في المشاوير وكتر قعدة قدام المكتب وكده. الواحد بيحس حتى لو مش موجوع بيحس بستريس او ان هو مشدود شوية. فده بيسهل جدا. كأنك بتعملي مساج لنفسك. بالظبط بالظبط، وبتطلعي حتى من رجلك لحد الراس، يعني حتى اخر حاجة الرقبة لو حد محتاج يلفها في دواير. فوق تحت يمين شمال. شمال يثبت كده شوية ويضغط. فاحنا كاننا بنعدي على كل المفاصل وانت قاعده. يعني ما فيش بقى عذر انا ما لحقتش اروح الكلاس، ما لحقتش اشترك، ما لحقتش ابص. هي حاجات والواحد قاعد هتفرق، يعني بسيطه بس بتفرق.
اوكي، ده بالنسبه لما احنا نكون قاعدين على كرسي او في السرير زي ما قلتي بموضوع النفس في الاول. عايزين بقى نشوف لو احنا عندنا وقت نعمل حاجه في البيت. في البيت يستحسن لو حد مبتدئ خالص ان هو يشغل حاجه يعمل معاها، ولو حد عنده خبره او حضر حصص قبل كده هيبقى عنده زي ارض يبدا منها، يعني مش